السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيام حياتي وأيامي عقدا وعهدا وبيعة له في عنقي لا أحل عنها ولا أزول أبدا. هذه الكلمات وهذا العهد اليومي. الوارد عن الامام الصادق سلام الله عليه يوضح لنا رساله مهمه ان الارتباط بالامام المهدي اولا هو الارتباط الروحي الاشتياق للامام والارتباط الروحي والاشتياق انما يشكلان التكامل الروحي للارتباط بالامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ماذا يعني ان الامام الصادق عليه السلام يؤكد علينا ان العهد والعقد والبيعه ان تكون في كل يوم لماذا في كل صباح بدايه اليوم بدايه النهار ان نجدد هذا العقد مع الامام المهدي وهذا العهد وهذه البيعه يوميا هذا الارتباط الروحي مع الامام الارتباط المشكله عند الكثيرين الان من شيعة اهل البيت عليهم السلام انهم لا يجدوا ارتباطا كبيرا وواسعا مع الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وهذا الشرخ هو الذي يسبب البعد من الامام ولكن لو ان كل واحد منا يوميا لا يقرا العباره هكذا وانما بتامل بروحانيه بمعنويه بخشوع بتوجه للامام اجدد في صباح كل يوم هذه العلاقه وهذا الارتباط بالامام صلوات الله وسلامه عليه لا شك انه اجدد في صبيحه يومي هذا وما عشت من ايامي يعني هذا العهد ليس اليوم لا وانما في كل يوم اجدد العهد مع صاحب الامر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا التجديد انما يوجد الارتباط كل الهم والغم الان كل ما نريد ان نتوصل اليه كيف نربط هذا المجتمع سيما الشباب كيف يكونوا هذا الارتباط بالامام المهدي كيف يوثقوا هذه العلاقه بينهم وبين الامام المهدي لو كان هنالك توثيقا للعلاقه ارتباطا مع الامام وهذا الارتباط يكون اولا ارتباطا روحيا وتعلمون ان الارتباط الروحي له تاثير كبير جدا على حياه الانسان على عمل الانسان، على فكر الانسان، على قناعة الانسان، يطهر روح الانسان، وجدانه، ضميره، جسده، عقله، فكره، هذا عامل مهم اننا لو عملنا على ايجاد هذا الارتباط بالامام المهدي، قد انا اعمل نشاطات في الامام المهدي، قد اكون ناشط في القضايا المهدويه ولكن هنالك ثغره، هنالك مشكلة. ما هي هذه المشكله مشكله في هذا الانسجام الروحي مع الامام وتعلمون سلبيا عدم الانسجام كم له تاثير سلبي على حياتنا ولو كان هنالك انسجاما روحيا ايجابيا مع الامام لا شك هذا الارتباط الروحي مع الامام هذا التقارب مع الامام صلوات الله وسلامه عليه له تأثير كبير جدا في حياة الانسان لذلك تلاحظون بعض الناس انسان مؤمن تشوف حتى في عند غض البصر حتى في كلامه حتى في قيامه حتى في جلوسه حتى في مشيه حتى في اكله حتى في تعاطيه مع الاخرين تعامله مع الناس تجدونه حالة مميزة هذا التميز نريد ان يكون مع الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ان نوجد هذا الارتباط ان نوجد هذا التناغم ان نوجد هذا التلاحم مع الامام المهدي هذا الارتباط الروحي ماذا يعمل ماذا يعمل هذا الارتباط الارتباط الروحي يجعل هنالك شوقا للامام صلوات الله وسلامه عليه يعني الانسان لما يشتاق الى الامام انا أشعر باشتياق تجاه الإمام لما أقول مثلا أنا مشتاق إلى الإمام الحسين ومشتاق إلى زيارته وجالس في بيتي إذا ليس هناك اشتياق إذا أقول أنا مشتاق للإمام الحسين ومستمر بعملي لا أقطع عملي عملي لا أقطع عملي ولا أقطع أي عمل ولا أرتكب أي شيء آخر وإنما أفكر فقط ب حياتي الخاصه، اي أيوه اشتياق للامام سلام الله عليه؟ الاشتياق الحقيقي للامام المهدي يظهر بتعاملي مع الامام، الاشتياق الحقيقي مع الامام الحسين عليه السلام يظهر لما اكنسل كل التزاماتي، كل عملي، نعم عملي والتزاماتي ودوامي كل شيء حتى اذا انا اخذ مثلا مثلا موظف اخذ اجازه مع راتب، لا ما اريد الراتب. ويكن ما يكن. المهم انا مشتاق الى الامام الحسين. كل الاسباب اللي يحكون عنها انه فعلا انا مشتاق للامام ولكن عمليا لا يدل شيء على اشتياقي. فاذا هذا الاشتياق لا واقع له. هذه لقلقه لسان الاشتياق هكذا للامام المهدي. انا مشتاق للامام. اترك دعاء العهد؟ ابدا. اترك زياره ياسين؟ ابدا. اترك دعاء الندبه والاشتراك في دعاء الندبه واشوق الناس الى الحضور في دعاء الندبه. يوميا اتصدق عن الامام، استغيث بالامام، ادعو لتعجيل فرج الامام، اي مكان اجد فرصه للارتباط بالامام هذا يدل على الشوق. هذا يدل على الشوق، وهذا الشوق مع الامام المهدي يعمل تكامل روحي، هذا اللي نحتاجه. هذا اللي الناس الان هنالك فقر في الجانب الروحي. الجانب الروحي لو عملنا عليه، الان كل انسان يفكر انا عندي جفاء عاطفي تجاه الامام. عندي مشكله روحيه في انسجامي مع الامام المهدي، وهذا مسبب لي مشكله كبيره. هذا مسبب انه احنا ما عندنا تناغم مع الامام. ما عندنا حب مع الإمام، نعم نلهج ونقول نحن نحب الإمام وحتى نشترك في الدعاء وفي مجالس الدعاء ولكن هذا التناغم الروحي مش موجود، هذه مشكلة. فإذا كيف نبدأ؟ كيف نبدأ بالتناغم مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، التناغم يبدأ بالتسليم للإمام. هذه مدرسة أهل البيت. ربونا تربية متكاملة. أن الإنسان يبدأ بمرحلة التسليم للإمام صلوات الله وسلامه عليه، لذلك تلاحظ الإنسان اللي يشتاق للإمام يتكامل روحه وأيضا يبدأ بالتسليم المطلق، التسليم المطلق. يعني لما أجد أن هنالك رواية عن الإمام المعصوم في الإمام المهدي وغير الإمام أسلم تسليم مطلق ولو أنه في الظاهر قد يكون هنالك إشكال في فهمي. هذا المشكلة في فهمك. المشكلة في عقل الإنسان المشكلة في قناعات الإنسان فالإنسان الذي يرتبط بالإمام بعد شي يصير يطلب للارتقاء ما هو الارتقاء؟ اللهم اجعلني من أنصاره هذا بديت أنا أرتقي حتى إذا أنا ما عندي شرف أو لم أسعى أن أكون من أصحاب الإمام معليش أكون من أنصار الإمام درجة أقل من الأصحاب حتى الأنصار لا تتصور ان الانصار سيكونون اناس عاديين، اصلا في الروايات يظهر انه الامام المهدي سلام الله عليه ما عنده الجانب الكم وانما جانب الكيف، يعني لا ينظر الى كثره العدد وانما الكيف كما في اصحاب الامام الحسين عليه السلام. كما في اصحاب بدر تجد ان هنالك التركيز على الكيف وهذه نقطه مهمه، لذلك نقرا يوميا ايضا في دعاء العهد اللهم اجعلني من انصاره واعوانه والذابين عنه شوف هذه حالات الفداء والتضحيه ان كل وجودي انذر للامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، تتصورون ان الانسان اللي يوميا يدعو اكون من انصاره واعوانه والذابين بالنتيجه تكون فدائي للامام المهدي، كل وجودك تضحي لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وصلنا لذلك ام لم نصل؟ اذا لم نصل علينا ان نعمل. لا انه انا اقول انا لم اصل لهذه المرحله وانا بعيد عن الامام المهدي والامام المهدي ليس براض عني والامام المهدي متالم مني وانا اخطات زي وبعدين؟ بعدين الى متى الان انت تتذمر من هذه الحاله؟ تذمرت ماذا عملت؟ الان ماذا تعمل؟ ما هو الحل؟ الحل ان تبادر. أن تبادر في إصلاح هذه الأخطاء اللي كانت عندك حتى تسير في الطريق الذي يجعلك من أنصار الإمام، من الذابين عن الإمام ومن الذين يفدون بكل وجودهم للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بعد والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. وهذه درجة مهمة أن الإنسان يصل إلى مرحلة أن يوفق أن يقضي حوائج الإمام يعني أن يكون بين يدي الإمام تكون مقرب للإمام تكون مقرب من الإمام بمعنى أن الإمام لو كانت لديه حاجة يطلب منك أنت أن تنفذ له هذه الحاجة هذا أمر هين ليس بالهين فإذا ليش ما نحاول ليش ما نبدأ ليش الخطوة الأولى ما نبدأ فيها علشان أنه نحاول نكون إن مكانه ومنزله وقرب خاص من الإمام سلام الله عليه, عليه والمسارعين إليه في قضاء حواجه والمحامين عن تكون محامي على الإمام يعني أنت تكون درع للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف والسابقين إلى إرادته تتسابقون إلى الخير تتسابقون إلى أن تنفذ أوامر الإمام سلام الله عليه, عليه وبالنتيجة والمستشهدين بين يديه الشهادة بين يدي الإمام المهدي لها حقيقة لها توفيق لها كرامة حتى في الروايات والاخبار ان الانسان الذي يضحي بين يدي الامام المهدي امام زمانه هذا هو المهم فكروا جيدا معي فكروا جيدا هذا الامر يحتاج فعلا ان الانسان يراجع نفسه ويفكر لماذا انا بعيد ولماذا ما اعمل همه حتى اكون هذا الارتباط بالامام المهدي وابدا بمرحله التسليم هذا التسليم المهم لحجه الله لبقيه الله لصاحب الزمان انا ابدا اسلم للامام اينما اكون في اي عمل في اي مسؤوليه في اي ارتباط في اي دوام يومي قضيه الامام المهدي اذا انا اعيش في كل يوم حتى الناس اذا ما عاشوها يعني انا ما وجدت ابي وامي يتفاعلون اهلي بالبيت ما يتفاعلون انا اتفاعل اصدقائي او البنت صديقاتها ما ما يتفاعلن في قضيه الامام المهدي سلام الله عليه. انا تفاعل مع ذاتي. اذا الناس ما عندهم تفاعل تارة الجو العام هذا امر واضح انه يؤثر. ولكن الجو العام اذا ما كان مع الامام المهدي ماذا اصنع؟ ما يكون عندي توجه للإمام ما يكون عندي ارتباط مع الامام؟ هذا اللي الان احنا نبحث عنه. ونحن نسعى ان نكون هذا الارتباط وهذه العلاقه انه ارتباطنا بالامام صلوات الله وسلامه عليه وعلاقتنا بالامام عجل الله تعالى فرجه الشريف تكون هذا العشق مع الامام عشق الامام والاشتياق هذه كلمه الاشتياق مهمه جدا ولازم انا اعمل على نفسي لازم اعمل واعمل لما اقرا دعاء العهد اقرا بخشوع وهذا قد لا ياتي في المره الاولى اقرا زياره ال ياسين مع الإمام أنه السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد حين تقرأ حين تبين في كل حالات الإمام أنا معه يعني كأنني أعيش مع الإمام المهدي هذا يسبب اشتياق للإمام هذا يسبب اشتياق للإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا يسبب هذا الاشتياق هذا التجاذب الروحي هذا الانجذاب للإمام أنك تريد أن تكون مع الإمام تريد ان تكون مع صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وهذه العلاقه الروحيه لا شك انه لها تاثير مباشر على الانسان. الارتباط الروحي والانسجام مع الامام المهدي روحيا له تاثير مباشر على روح الانسان، كثيرون من لا يتفاعلون هو يصلي ويصوم ويقول انا من الشيعه، ولكن لما تذكر الى قضيه الامام المهدي تشوفه بارد باهت اللون ما عنده اشتياق للامام ما عنده انسجام روحي مع الامام وهذه نسبه كبيره من الناس هم بهذه الحاله اذا كيف انا ابدا هذه الخطوات شلون امشي في هذه الخطوات اول خطوه كما بينت لكم هو التسليم هذا التسليم ليس معنى ذلك انه تبعيه مثل ما البعض يقول يعني بالنتيجه الانسان يسلم نعم يعني فاذا هذه تبعيه لا ليست تبعيه تبعيه لماذا يعني هذا تقليد اعمى نعم انا الامام اسلم له تسليم اعمى اذا كانت هذه العباره صحيحه امام ماذا امام له احاطه انا من شنو مستواي شنو مكانتي شنو الدرجه اللي انا احملها حتى اقدر اوصل الى الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذه درجات التسليم للامام درجات مهمه درجات الى اهميتها الى تاثيرها الكبير على حياة الإنسان حتى مكانة الإنسان عند صاحب الزمان سلام الله عليه تكون بمقدار تسليمه يعني أنت كثر تسلم للإمام أنا أتمكن أقول لك كم لك منزلة ودرجة عند الإمام درجاتنا ومنازلنا عند صاحب الزمان بمقدار تسليمنا لمولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه لذلك ابن أبي يعفور رضوان الله عليه يقول قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام والله لو فلقت رمان بنصفين فقلت هذا حرام وهذا حلال هذا مثال مثال يعني يريد أن يكون مثال واضح هذا المثال واضح يعني يريد أن يبين لنا هذه يقول لابن لأ أبي يعفور اللي كان إلى مكانة كبيرة عند أهل البيت ومن أصحاب الإمام الصادق والمقربين عند الإمام يقول هذه رمانة واحدة هي فلقتها نصفين أنت قلت يا ابن رسول الله هذا النص حلال تتمكن تأكله وهذا النصف حرام لازم, لا ت... لازم ما تأكله فأنا أمتثل زين واحد يقول شلون يصير معقول لا تقولي معقولة هذا مو شغلك أنت معقوله يعني هذه رمانه واحده تركيبه واحده شلون يصير نص حلال؟ هذا مو شغلك انت انت لست بالمستوى حتى تفكر ما يريد ان يقوله الامام المعصوم، قد يكون هذا من باب الاختبار امتحان الله سبحانه وتعالى يريد ان يمتحن الناس يعني هذه الاحداث اللي صارت في عهد رسول الله صلى الله عليه واله ما جرى على اصحاب رسول الله ما جرى من الابتلاءات المختلفه على اهل البيت هذا الامتحان لاصحابهم يعني الامام الحسين كم مره اختبر اصحابه حتى يظهر حقيقه هؤلاء الاصحاب للناس هذا نوع من الاختبار بعد مو مجال هذا تبحث لي عن الفلسفه في هذا الامر الامام يريد ان يقول حقيقه واحده رمانه واحده نصفها هكذا نصفها هكذا فيقول اللطيف انه هذه درجات التسليم عند أصحاب أهل البيت يعني مثلاً ابن أبي يعفور لما نقرأ بالتاريخ مكانته عند أهل البيت مكانته عند الإمام الصادق سلام الله عليه نلاحظ إلى مكانة متميزة زي سؤال ليش؟ شو هو السبب؟ أنه هذا إنسان كثير العبادة هذا في محله إنسان يقضي حوائج الناس هذا جيد إنسان يقضي حوائج الإمام ناصر الإمام هذا كله جيد ولكن الدرجة العليا للانسان الصحابي للامام عليه السلام انه مسلما لذلك قال هذا الكلام اقوله ليش؟ لانه لما تجد روايات متعدده في قضيه الامام المهدي وهنالك اراء قد يكون يظهر لك انها متعارضه وهي في الواقع غير متعارضه ولكن يحتاج من يبين هذه الروايات فانت لما تسلم تقول امام خلص امر ورد من الامام لما يرد من الامام المعصوم انا علي الامتثال ليس علي المناقشه انت تناقش انسان بمستواك العلمي تناقش انسان شوي قد يكون ارفع منك او انت ارفع منه ليس الامام المرتبط بالله تبارك وتعالى الذي هو حجه الله الذي هو بقيه الله انا الان اذا اردت ان اتكامل روحيا مع الامام التكامل مع الروح مع الامام أولى درجاته هو التسليم للإمام والارتقاء في هذا الجانب كل الروايات تتكلم عن أصحاب اللي كانوا يسلمون تسليما مطلقا الآن ما أريد أذكر بعض الأصحاب اللي بعض الأوقات كانوا يقترح ليس من حقك أن تقترح لا أن تنتقد هذا أمر يقيني ولكن الإمام لمن يتخذ قرارات لذلك في بعض أصحاب أمير المؤمنين هناك البعض من عندهم كان يشكل على الامام هذه مشكله هذه نزلت من مستواه، اش كثر كان هو بطل مجاهد مضحي ولكن لما كان يشكل على الامام الامام يعرف السياسه بسياسة العباد نقرا في زياره الجامعه ولكن الامام هو يعرف انت ليس من حقك ان تشكل لانك لست بالمستوى اللي يحق لا انت ولا غيرك الإمام المعصوم لن يتمكن أي إنسان بلغ ما بلغ من العلم والمعرفة لن يتمكن أن يشكل هذا إمام هذا حجة الله فابن أبي يعفور يقول والله لو فلقت رمانه بنصفين فقلت هذا حرام والنصف الآخر حلال لشهدت فقلت الكلمه للامام يقول للامام الصادق فقلت فقلت هذا حرام وهذا حلال لشهدت ان الذي قلت حلال حلال وان الذي قلت حرام حرام فقال عليه السلام مرتين قل رحمك الله رحمك الله يعني هذا هو المطلوب يعني اذا قلت هذا حلال هذا حرام هو هذا هذا اهل البيت هذا يريدونه يريدون من الانسان يكون عنده هذا التسليم حتى يصير عنده تكامل روحي. هذا التكامل الروحي باهميه ان الانسان لو سعى في هذا الطريق يمكن خلال اسبوع لن يتمكن ان يصل او خلال شهر او شهرين، يمكن يحتاج الموضوع سته اشهر، يمكن يحتاج الى سنه كامله، يمكن يحتاج الى سنتين، حتى انا لما امشي في هذا الطريق في هذا الطريق الانسجامي مع الامام صاحب العصر والزمان. هذا طريق الانسجام يحتاج الى وقت، يحتاج الى مساحه من الزمن، لازم هذه المساحه من الزمن ان نهيئها، فاذا احنا نقول هذا الكلام انك لما تنسجم مع الامام روحيا، لماذا؟ حتى تكون مهيئ في اي لحظه، لان الروايات تشير وتبين ان العلامات الحتميه في لحظه قد تكون وقد لا تكون. ان الله تبارك وتعالى يهيئ قضيه الامام المهدي في ليله في يوم الامر بيد الله تبارك وتعالى يعني كل هذه العلامات الحتميه قد لا تكون ويظهر الامام المهدي يعني الناس عايشين حياتهم هذا رايح الى الدائره هذا رايح إلى المدرسة ذاك رايح إلى الجامعة ذاك رايح على وظيفة ذاك رايح إلى عمل المرأة, تعمل في البيت حياة طبيعية مرة واحدة الله تبارك وتعالى يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ممكن نعم ممكن بغتة كما في الروايات قد يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه زين إذا ما في علامات مرة واحدة قد يظهر الإمام إيه نعم قد يظهر سؤال وأنا ما مهيئ نفسي الان هي ليش تقول بكره؟ ليش تخلي بعد اسبوع بعد شهر لما تتهيأ لي هذه الامور؟ الان انا ابدا في ان اهيئ الاسباب لان اكون مهيئ والا هي قضايا الظهور ليست عندي بس انا أهيئ نفسي انا ارتب اموري بطريقه انه اكون اهيئ روحي لانه اذا على بغدة او على امر الهي ظهر الامام عجل الله تعالى فرجا أكون مهيئ هيئ نفسي وين قاعد أنت في أي بلد شنو قاعد تسوي ماذا تصنع ماذا تفعل فكرت بهذا الأمر فلما أقول قضية الاشتياق والانسجام الروحي هذا لأنه إحنا ما نعيش ما نفهم لا ندرك ذلك إحنا عايشين حياتنا اليومية أفكر بزوجي وبزوجتي وأبوي وأمي وابني وبنتي وهذا عنده مشكلة وهذا عنده قضية عايشين مشاكلنا مو عند الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أنا ما أقول لا تعيش مشاكلك ولكن لا تنسى إمامك هذا في مجال أعطيه حقه معلش ما في مشكلة بس قضية الإمام المهدي نوليها اهتمام يكون عندنا توجه للإمام لأن أهل البيت يعني يستاؤون من هذا السلوك أكو روايات الآن من هذه الروايات انه اهل البيت لما يؤمر شيء خلاص لا تجي انت تبدي رايك، انت من؟ حتى تبدي رايك امام النص الوارد من الامام صلوات الله وسلامه عليه. حدثني ابو جعفر العمري الذي هو من سفراء الامام في الغيبه الصغرى حدثني ابو جعفر العمري رضي الله عنه ان ابا طاهر حج فنظر إلى علي بن جعفر وهو ينفق النفقات العظيمة، فلما انصرف كتب بذلك إلى أبي محمد عليه السلام فالإمام أجاب عليه، أجاب الإمام بالنتيجة شاف هنالك نفقات وهنالك عطاءات الإمام كتب قد كنا أمرنا له بمائة ألف دينار، الإمام أمر أن يعطى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أمر أن يعطى مئة ألف دينار ثم أمرنا له بمثلها هذا أمر آخر فأبى هذه المشكلة شوف صحابي الإمام لما يأمر لك بمال بشيء الإمام لما يوجه إليك أمر ما يصير فأبى ما تتمكن تجتهد أمام الإمام احنا ما عندنا مجاملات الامام لما يعطيه يقول لا مولانا انا ما اخذ امام هذا الامتثال المطلق للامام الصورة واضحة صورة واضحة فالامام يقول قد كنا امرنا له بمائة الف دينار ثم امرنا له بمثلها فأبى فأبى قبولها ابقاء علينا يفكر فينا هذا انه لا انا ما اريد اخذ من الامام ما للناس شوف الامام بعد وصل هذا الكلام بعد مع ربطه مع الناس، يعني هذا لما رفض رفض ابقاء لاهل البيت نزل مستوى نزل، صار مع من؟ صار مع الناس صار مع عموم الناس، بعد مو هذا الانسان اللي يرتقي، انت مرتقي بمجرد انه امر الامام تخالفه تحت اي عنوان تحت اي عنوان. ثم قال الامام تعقيب كلام الامام العسكري سلام الله عليه ما للناس والدخول في أمرنا من أنت تتدخل في أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما الناس والدخول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه أنا ما قايل لك أنه تقبل أو ما تقبل أنا ما اقترحت عليك وإنما أمرنا لك بذلك فعليك التسليم الإمام أمرك بهذا المبلغ فانت تقول لا احنا إبقاء لاهل البيت حتى هم يمكن يحتاجون هذا ال... هذا مو شغلك انت امامي امرك اعمل اعمل لذلك الامام هذا الموضوع عمم على الناس مال الناس والدخول في امرنا انت منو انت منو تتدخل في امر اهل البيت شنو واصل لا تصور متعلم كلمتين ثلاثه تصور تحلل على كيفك وعلى ذوقك كأنك تفهم وعندك إحاطة نحن جهل مطلق جهل مطلق عند روايات أهل البيت وعلوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما للناس والدخول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه احنا ما دخلناهم في هذا الموضوع احنا ما قلنا لهم ها تاخذ أو لا الأمر مخير لك الإمام ما معطيك هذه الصلاحية أن تختار وإنما أمرك فعليك الامتثال هذا يجعلنا ماذا؟ يعني موضوع الاشتياق للإمام فإذا قلنا أن الاشتياق أنا مشتاق للإمام الحسين وجالس في بيتي ليش؟ عندي معاملة مأخرتني كم سنة مشتاق للإمام الحسين وأنا زوجتي مريضة وما أتركها في حل أقدر أبحث عن بديل يقف مكاني والله عندي فلان مريض فلان عند التزامات عند التزامات أعمال وانا مشتاق للامام الحسين لا انا ما اريد اقول انه يكذب ولكن هو يشبه الكذب هذا شنو ولا تريدون الحياه تكون تهيئ امامنا ما تتهيئ تصورون الاشغال والالتزامات راح تخلص ما تخلص لازم انت اذا اردت ان تثبت اشتياقك كما في الروايه الوارده فيه زياره الامام الحسين زياره المشتاق فعلا انت مشتاق للحسين لا بد ان تاتي للحسين لا تقل اي تبرير اي تبرير لا يقبل لما تنظر الى واقعة الطف مصيبة الامام الحسين عليه السلام ما قدم الامام الحسين كل هذه الكلمات تذهب وتزول هكذا الامام المهدي انا اشتاق الى الامام الاشتياق والارتباط انتبهوا يكون هذه العلاقه الروحيه، لما نصر علاقه روحيه مع الامام المهدي لهذا الامر ليس بالسهل وليس بالهين، هذا يحتاج زمن، هذا يحتاج عمل، هذا يحتاج انه مواجهه ومجابهه مع النفس الاماره، حرب وصراع بين الحق والباطل، هذا الصراع اللي بين النفس اللوامه والاماره، هذه المعارك اللي في داخل نفس الانسان هذا الانسان لازم يعمل ويعمل ويعمل حتى يصل الى مرحله التكامل الروحي مع الامام صاحب العصر والزمان لما يصل بعد هذا له خصوصيه هذا امر ما يحكى فيه ولا هو يتمكن يتكلم فيه يصير في عالم غير بعد هذه الدنيا ماذا يجري في الدنيا الناس يتهافتون على الدنيا الناس يركضون وراء المال وطمع في الدنيا وملذات الدنيا وشهواتها وغرائزها لا يصير إنسان آخر هذا اللي يدخل مع الإمام روحيا زين أنا دخلت مع الإمام زين شنو أحتاج لمقومات أولا تسليم هذا اللي ذكرنا روايات التسليم بعد يحتاج إلى مرابطة شنو مرابطة؟ المرابطة بمعنى المقاتل مقاتل في الجبهات يقاتل أعداء الله هذا جالس متهيئ للقتال جالس مرابط يعني الذي هو في الثغر مهيئ حاله للقتال للمعركة جاهز المرابطة الاستمرارية في المواجهة أين نحن على الإمام المهدي؟ فعلا عندنا هذه المرابطة مع الإمام لذلك القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أولا أصبروا شوفوا هذه عبارة الصبر يعني أنت لا تقول عندي مشاكل وعندي أزمات وعندي ظروف خاصة، هذا الكلام لا تجيبه بلسانك، ترى بمجرد ما تقولون عندي مشاكل وعندي التزامات وعندي انشغالات ينزل مستواك، حتى اللي كنت تجي مرة بالسنة بعد هذا يسلب منك. كل سنتين كنت تجي للزيارة هذا يسلب منك. إذا كنت تجي بالسنة كم مرة للزيارة يصلب منك، بمجرد تقول عندي التزامات، ها ما أقدر، ادعوا حتى أجي وما تخطوا أي خطوة في هذا الاتجاه. لذلك اصبروا واحد اصبروا اولا يا ايها الذين امنوا للمؤمنين خطاب مو لعموم الناس وثانيا اصبروا ثالثا صابروا بعدين ورابطوا صبر مصابره ورا ومرابطه الان راح أبي ابين تاويل لأما ثلاث معاني جاءوا لهذه الآية وكل هذا يصب في القضية المهدوية أن الإنسان في قضية الإمام لازم يصبر. أنا إنسان أعمل وهنالك أناس ضدي في العمل، ضد القضية المهدوية، ضد إيماني. أنا اليوم في الجامعة أرد أسوي نشاط مهدوي ولكن يمنعونني هذا وذاك وذاك ويعرقلون. وأنا أبكي أنه ما أقدر لا أبحث وأسعى وأسعى، هذا الطريق غلق أفتح باب آخر وثالث ورابع وعاشر أكون فريق فريق يكون هذا الفريق ناصر لصاحب الزمان هذا الصبر هذا ال... بالنتيجة أصبر وصابر ورابطوا هذه مرابطة أنا في المدرسة أنا في الجامعة أنا في الوظيفة لأن الناس بالنتيجة الناس الدنيا شغلته الناس كل واحد يفكر بنفسه بأنانيته إثبات شخصه يفكر بصورته يكبرها يوسعها يفكر بأنصاره يفكر بحواشيه يفكر ب... يعني كل واحد هذا أمر بعيد، ولكن لا يفكر بالإمام المهدي. إيش كثر غريب الإمام المهدي؟ قال الصادق عليه السلام في في بيان هذه الآية يقول اصبروا يعني شنو اصبروا؟ ويقول الإمام اصبروا شنو يعني الصبر؟ اصبروا يعني على المصائب. بالنتيجة الدنيا فيها مصائب. تأتي إليك مصائب ما كنت تفكر بها. انت مخطط امورك مرتب امورك بطريقه تاتي اليك مصائب واشكالات انت لم تفكر بها ابدا شلون؟ شلون نواجه الان؟ شلون نقدر نعالج هذه المشكله؟ فاذا اصبروا على المصائب يعني مع المصائب اللي عندك وصابروا على الفرائض فرائض ما فيها مجال ان الانسان يؤدي الفراغ بافضل حال لان الأئمة لو قرات في تاريخ من رسول الله والسيده الزهر رسول الله كان يتوقف تتورم قدماه من العباده مولاه فاطمه عليه السلام تتورم قدماها من العباده اهل البيت واحد تلو الاخر كل اهل البيت في قضيه العباده لهم توجه شيء غريب ولكن احنا اللي اللي ندعي اننا من شيعتهم اين نحن من هذه العباده اللي اهل البيت سلام الله عليهم فاذا الصبر على الفرائض ان تؤدي الفرائض في وقتها وبافضل حال ورابطوا على الأمة عندنا احنا مجموعه من الائمه نرابط ندافع عنهم اقاتل عنهم ادافع عن عقيدتهم ادافع عن مبدئهم عن مرتكزات الأمة سلام الله عليهم أنه المرابطة أن تكون أنت شيعياً مرابطاً مدافعاً مقاتلاً مضحياً بكل ما لديك بمالك بنفسك بأهلك بوجودك من أجل محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا المعنى المعنى الأول لهذه الآية شوفوا كل ذلك بالنتيجة صب في الأمة وفي الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه احنا قضيه المرابطه في القضيه المهدويه هي اساس عندنا توجه اساسي يعني لازم نجعل في في اذهاننا في افكارنا ضمن اولوياتنا اولياتنا أو اعتبر ما تشاء ضمن منهجنا قضيه الامام المهدي هذه مرابطه انا انسان عسكري في قضيه الامام المهدي يعني مقاتل في ومرابط يعني دائما على اهبه الاستعداد لمواجهه اي شيء يتعلق بقضيه الامام المهدي هذه الروايه عن الامام الصادق تبين جانب من هذه الايه روايه اخرى ايضا عن الامام الصادق تبين جانب ثاني وعدنا جانب ثالث ايضا يقول اصبروا على دينكم فعلا الدين غريب فعلا اليوم الانسان المؤمن والمؤمنه يعانون من المشاكل يعني الشاب الملتزم في بعض المراكز أقول بعض المراكز الأكاديمية يتعرض إلى مضايقات إلى استهزاء إلى اتهام بالتشدد والتخلف يتهمون بهذا الشيء البنت الملتزمة التي لها عباءة زينبية يعني لازم العالم كله يفتخر أنها تلبس هذه العباءة الزينبية الفاطمية الساترة تواجه من أقرب الناس إليها يمكن أهلها يحاربوها أهلها يحاربوها لأنها وضعت العباء على رأسها ما أدري أهلها ما في أي حفرة من حفر النيران يريدون يسكنون لما يحاربون بيتهم على التزامه ودينها تعلمون أن نسبة كبيرة من المهدويات يعملن وأهلهم ما يدرون أنهن ناشطات في القضية المهدوية وشنو السبب؟ السبب جهل الأهل الدنيا أعمت عيونهم قلت أنه هذولا بالنتيجة من جنود السفياني لما تحارب بنتك على إيمانها على التزامها على حجابها على نشاطها المهدوي أنت وين؟ بس قل لي بأي حفرة من نار جهنم وتقول أنت موالي لأهل البيت فالإنسان كم يحتاج إلى الصبر على الدين إحنا كم لابد اليوم أن نصبر على ديننا وعلى التزامنا ونحافظ على ديننا يعني نواجه من؟ نواجه اليهود والصهيونية وإسرائيل وداعش والنواصب وأعداء الداخل والخارج ونواجه أبانا وأمهاتنا نواجه الشباب الجاهل هو اسمه شاب جامعي ولكن جاهل لما يتعرض إلى بنت مؤمنة محتشمة عفيفة هذا إنسان جاهل هذا إنسان مريض نفسي لازم يراجع طب نفسي يودوه بالشماعية هذا الإنسان فلذلك احنا اليوم عندنا مواجهه، عندنا حرب. الدين في حرب. الدين في مواجهه. كل مرحله الى لون جديد. اصبروا على دينكم. اصبروا بعد. انت شاب مؤمن اصبر. شابه مؤمنه اصبروا. تحملوا. ما عندنا حل. ما عندنا اي طريقه، ما عندنا مفار. لازم نصبر. فصبرت وفي العين قذى. وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا أمير المؤمنين يبين شن سووا فيه كثر آذوا الإمام صلوات الله وسلم عليه أي مصيبة ما أوردوها على أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني صبر الإمام إحنا أيضا نحن شيعة علي إن شاء الله أيضا نصبر شبابنا صبروا تحملوا لا تتراجع خليك قوي كلما يستهزئون أكثر ويواجهون أكثر أنت أصمد في هذا الطريق إحنا قضية الإمام المهدي لا نتراجع عنها أبدا وكل إنسان إلى مسؤولية بعد لازم أقعد وأفكر وأخطط شلون هذه القضية المهدوية أنشر إذن أصبروا على دينكم وصابروا على عدوكم بالنتيجة عندك عدو لازم عيونك عليه تنتبه مخططاته هذا العدو ماذا يخطط بماذا يفكر بماذا يقوم أنا لازم أيضا أواجهه ورابطوا إمامكم فيما أمركم الإمام ماذا قال لك الإمام قال أعمل 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 أي شيء قال الإمام أنا أرابط أنا إنسان مرابط على أبواب الإمام مقاتل بين يدي الإمام أدافع عن الإمام وعما يأمرني الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية الثانية هذا المعنى الثاني للمرابطة شوف بدأنا من وين بدأنا من الاشتياق التكامل الروحي التسليم المرابطة هذه الجدول الهرمي للبحث أنه نحن في علاقتنا مع الإمام المهدي هكذا نتسلسل مرحلة 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 حتى نوصل لهذه الدرجة حتى نشوف القرآن وين يوجهنا الله تبارك وتعالى في نصرة أهل البيت في نصرة الدين نصرة الدين جعله عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فإذا يقول الإمام الصادق عليه السلام في بيان الآية هذه الرواية الثالثة اصبروا على وين؟ اصبروا على المصائب هذا طبيعي دنيا دار مصائب يعني لما واحد يشوف الإمام الحسين عليه السلام يعني أصلا لا يتمكن الإنسان أن يفكر المصائب اللي جرت على الإمام الحسين لا يتمكن القلم أن يكتبها وما كتبوها إنه ونحن لا نعلم من هذه المصائب الا القليل كل تاريخ الأئمة السيده الزهراء عليه السلام السيده زينب عليه السلام ابو الفضل عباس عليه السلام يحيى بن زيد زيد بن علي الامام زين العابدين الامام الباقر الصادق الامام الجي. كل الائمه سلام الله عليهم شنو المصائب اللي مرت عليهم اصبروا على المصائب وصابروا على... وصابروهم على التقيه يعني احنا بعض الشباب الله يحفظهم عدم توجه يعني اي سؤال يقول لك شنو البراءه يا اخي ما من انسان شيعي الا وله التبر من اعداء الله والتولي لاولياء الله لا تتصور انت عندك براءه وغيرك ما عنده براءه لا تتصور ان طرح المو... البراءه كما انت تريد مو على ذوقك وعلى فهمك انت تفهم بشيء وانتم تفهمون بشيء والاخرون كل انسان له فهم خاص ما تقدر تتحملني افكارك وفهمك للموضوع وتعاملك في قضيه البراء من اعداء الله، كلنا نعتقد البراء جزء لا يتجزا من عقيدتنا وزياره عاشوراء فيها رساله كامله تامه في التبر من اعداء الله. ولكن البعض يتصور انه هو ولاية لاهل البيت اكثر من غيره، زي شو الدليل؟ يقول لك احنا نعتقد هذه المعتقدات، من يقول انت افضل من غيرك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ احنا درجه الولايه عندنا غير، احنا ناس في التبري وعندنا يا اخي كلنا عندنا تبري الكل ولكن احنا نتعامل بعقلانيه. انتم قد لا تتعاملون بهذه القراءه، نحن نقرا الامور بطريقه وانتم اقروها بطريقه، اعمل انت على كل يعمل على شاكلته، لا تحملني رايك ولا احملك رايي. لذلك احنا نرى ان هنالك بالنتيجه اهل البيت امرونا بالتقيه، انت تقول انه هذا ليس بوقت تقيه، هذا رايك هذا فهمك ولكن الاخرون يفهمون بطريقه ثانيه فاذا وصابروهم على التقيه ايضا هذا في صبر قضيه التقيه في هذه الاحداث اللي تصير في العالم بالنتيجه احنا عندنا عالم متعايش عندنا تعايش هذا سني موجود مسيحي موجود ديانات مختلفة، طوائف مختلفة. يعني لازم الانسان عنده شوية ذرة عقل يعرف كيف يقيس الامور. بالنتيجة هنالك عقلاء القوم يتعاملون. اما أنا انفرد وامشي على ذوقي، لا مو على ذوقك. الانسان الموجود بالساحة اللي يعمل غير هذا اللي قاعد هو بعيد وما يدري ماذا يجري في هذا العالم. وصابروهم على التقية ورابطوا على من تقتدون به. يعني بالنتيجة لما أنا أقتدي بمحمد وآل محمد أجعل مرابطة مرابطة يعني أنا أمامي أهل البيت عليهم السلام وأتابعهم في كل حركة في كل مشروع في كل عمل فيما يقومون به من أعمال واتقوا الله لعلكم تفلحون تقوى التقوى عنوان لي ولغيري وللجميع الإنسان اللي يخاف الله الإنسان اللي يبتعد من المعاصي الإنسان اللي يعمل عمل يرضى الله تبارك وتعالى بالنتيجة أنا ما أقدر أحمل آرائي على الآخرين بالنتيجة لازم يبتعد من الغيبة والتهمة والنميمة والتفرقة والنزاعات والصراعات اتهم هذا بشيء وذاك بشيء وهذا مو على فكري وذاك مو على ذوقي لازم احنا تجمعنا قضيه الامام المهدي سلام الله عليه، وسلم. كل انسان عنده راي معين، هذا راي محترم وذاك راي الانسان محترم ايضا وفي ختام البحث نقول ان الانسان الذي يرابط في القضيه المهدويه والذي يكون جندي مقاتل في قضية الإمام مستعد للدفاع المستميت عن الإمام المهدي اول فائدة ان الله تبارك وتعالى يبارك له في رزقه كل من يعمل في القضية المهدوية الله يجعل في رزقه خير وبركة هذا أولا ثانيا الله تبارك وتعالى كما في الرواية يشرح صدره للعلم والعلم يزداد وإيمانه بالله يزداد هذا ثانيا ثالثا الآمال اللي عنده، الأمنيات اللي عنده، المرابط على القضية المهدوية يبلغ أمنياته، والرابع يكون عوناً على حوائجه، الحوائج اللي عنده أيضاً تقضى الله تبارك وتعالى، هذه الأمور الأربعة هي مزايا خاصة للمرابطين في القضية المهدوية، دائماً وأبداً نكون مع الإمام المهدي سلام الله عليه. ولا نتوانى مقدار ذره عن القضيه المهدويه ونصرتنا للامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بكل ما اوتينا من قوه فعلا الانسان يجلس يفكر ويخطط كيف ينصر الامام المهدي في مواقع التواصل في اليوتيوب في كل مكان بكل الوسائل بالاستفاده من التقنيه الحديثه كالذكاء الاصطناعي كل الوسائل العلميه التقنيه التكنولوجيه أن نوظفها لنصرة الإمام المهدي وأنتم قادرون على ذلك قل يا صاحب الزمان أغثني وأدركني يا أبا صالح المهدي أدركنا قل توسل بالإمام الإمام يفتح لك هذه الأبواب اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين ليله النصف من شعبان ليله العباده وليله السهر الى الصباح بذكر الله بعباده الله بالخشوع الى الله بالاستغاثه بسيدنا ومولانا صاحب الامر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف جعلنا الله واياكم من المرضيين عند الحجه ابن الحسن عند بقيه الله صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ودائما وابدا نقول اللهم عجل لوليك الفرج وحياكم الله.